السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك. اليوم رجعت لكم في مقطع جديد عن حقائق ومعلومات. طبعا هذه السلسلة أشوف فيها تفاعل وأشكركم جدا على هذا الشيء، وإن شاء الله ممكن نستمر فيها في المستقبل إذا عجبتكم. لا تنسون اللايك ولا تنسون دائما تنشرون الرابط وتشوفون باقي الحلقات كلها. يعطيكم ألف عافية وتقبل طاعتكم. وهذه الحلقة اليوم بتكون عن سلسلة جميلة جدا وأنا شخصيا أحبها وأتمنى أن تعجبكم وتستفيدون من المعلومات، وهي سلسلة أساسين كريد. خلونا نبدأ ونتعرف على هذه المعلومات والحقائق مع بعض. And a note for you. نبدأ في أول معلومة وإن شاء الله تكون خفيفة عليكم معنا فيها بعض التفاصيل، اللي هي سلسلة أساسين كريد مثل ما شفتوا في السنوات اللي قبل كانت تصدر سنويا، وفي ناس تتساءل ليش اللعبة بسرعة تنزل، هل هذا حلب للسلسلة أو لا؟ لكن الناس اللي يلعبوها عرفوا عمق القصة والشخصيات والجرافيكس وعالم ضخم متروس تفاصيل، فالموضوع مو إنه حلب ومشي حالك على السريع، لا، السبب يعود لضخامة فريق التطوير في يوبيسوفت وتقريبا 10 استديوهات يشتغلون على اللعبة سنويا. تخيلوا هذه الضخامة من الاستديوهات، يعني 10 مو واحد، لما واحد ياخذ سنوات على لعبه واحده فهذا لانه صغير الاستوديو، لكن لما يكون الاستديوهات كبيره ممكن تنزل لعبه سنويا. باستثناء جزء اساسن كريد يونيتي اللي هو في فرنسا اخذ 4 سنوات تطوير من 2010 الى 2014، لانه هو المرحله الانتقاليه والدخول الى الجنريشن الجديد، فبدوا في انجن جديد. المعلومه الثانيه تقول في اصدار لعبه اساسن كريد قبل لا تنزل اللعبة، أول ما طوروها كان المفروض أن البطل يستخدم سلاح اللي هو السهم الكروسبو، لكن ظهر في إعلان من قبل شفنا هذا السهم، لكن بعدين تم إزالته واستبداله في السكينة الخفية والشهيرة، السلاح الخفي هذا، لأنها تعطي إحساس للاعب يعني كأساس أكثر وتقرب من أهدافك وتحاول إنك توصل قريب منهم عشان تطعنهم في السكينة الخفية. لو كان سهم ممكن يكون اللعب تحارب كل جبناء، خلونا نقول من بعيد لبعيد ما تقرب من أعدائك، فوين الأساس من الموضوع؟ صحيح بعض أساس يستخدمون السهم، لكن سلاح السكين كان المثال والسيجنتشر في ألعاب أساسن كريد واشتهرت فيه. ثالث معلومة يمكن مرت عليكم للي شافوا حلقة برنس أوف بيرشيا اللي شرحتها، أن لعبة أساسن كريد الأولى كانت هي بالأساس أمير فارس أو برنس أوف بيرشيا، لكن بعدين تم تحويل اللعبة لعنوان كامل وجديد اللي هو لعبة أساسن كريد. وبالمناسبة حبيت أذكركم في مقطع برنس أوف بيرشيا اللي تكلمت بشكل سريع عن إصدارات اللعبة، أنصحكم تشوفونه. معلومة تقول لك ان افضل سلسلة باعت في تاريخ شركة يوبيسوفت اللي هي سلسلة اساسن كريد، اللي وصلت مبيعاتها لعام 2014 73 مليون نسخة. طبعا هذا اللي شجع يوبيسوفت انها تنتج اكثر من هذه اللعبة، لكن وقفوا لفترة استراحة والحين راح يرجعون في 2017 في لعبة اساسن كريد يعني جديدة كليا، اللي ان شاء الله تكون احداثها في مصر. طبعا المبيعات اللي بعد اساسن كريد كافضل سلسلة في يوبيسوفت تخيلوا انها لعبة جاست دانس. معلومة تقول لك بالنسبة للشخصيات اللي تم اغتيالهم في لعبة أساسن كريد بشكل عام، يعني الشخصيات الأساسية أو الشبه أساسية، ما أتكلم عن الجنود اللي تشوفهم كل مكان في عالم اللعبة، الشخصيات الأساسية هذه كلهم حقيقيين وموجودين في التاريخ بالاسم، لكن في التاريخ أو في الواقع تم قتلهم في طرق مختلفة، لكن في أساسن كريد تم قتلهم عن طريقك أنت اللاعب، لكن بس مجرد اغتبسوا الشخصيات وحطوها لك في اللعبة. بالنسبة لإصدار أساسن كريد يونيتي، واحد من أكثر الأجزاء اللي استمتعت فيه، لكن كنت أعاني من المشاكل الجرافيكية والفريمز وهذه الأمور. ما يخفى عليكم أن هذا الجزء حلو، لكن مشكلته كان فيه مشاكل في أول إصداره، مشاكل كثيرة في الجرافيكس. تخيلوا أن بعدين يوبيسوفت لما أخذت الفيدباك من الناس والإنترنت وهذه الأمور، أصدرت تحديث لهذه اللعبة أو باتش حجمه 40 جيجا. تخيلوا أن هذا أكبر تحديث في تاريخ الألعاب من أول ما طلع تاريخ الألعاب على وجه الأرض، هذا أكبر تحديث للعبة. عموما بعدين صلح المشاكل، صارت اللعبة سموث، صارت اللعبة حلوة ما فيها أشياء يعني جرافيكية أو مشاكل. والشيء حلو ثاني أن يوبيسوفت توعد الناس أن أساسن كريد اللي راح ينزل بعدين ما راح يكون فيه مشاكل بهذا المستوى الجرافيكي، راح يعني ينزلون اللعبة تكون بشكل أفضل كثر ما يقدرون.
معلومة تقول لك الأساسنز أو شخصياتهم أو الكوميونتي أو المجموعات اللي شفناهم في قصص اللعبة والأشياء اللي سووها والأشياء اللي صارت كلها مقتبسة من الحقيقة من مجموعة واقعية اسمها مجموعة الحشاشين. طبعا اللي مهتم ممكن يقرأ عنهم في الانترنت، تكتب الحشاشين الأساسنز تقرأ عنهم وبتشوف أمور حلوة. للي حاب هذا الموضوع يقدر يتعمق فيه أكثر، لكن حبيت أقول لكم أن الأساسنز تعني الحشاشين وهم مجموعة حقيقية. شخصية ديزموند مايلز واحد من أروع الشخصيات في سلسلة أساسن كريد، من أداء من شخصيته من قصته، شخصية جدا تهمني. والحلو في الموضوع أن مؤدي الصوت لهذه الشخصية هو نولان نورث. طبعا هذا هو مؤدي الصوت لشخصية نيثن دريك في سلسلة أنشارتد. هذا الشخص مبدع صراحة، مؤدي الصوت هذا إذا دخلتوا في الآي ام دي بي وبحثتوا عنه راح تشوفون ألعاب كثيرة هو اللي قدم الصوتيات فيها، ممكن أنتم ما انتبهتوا عليها في ألعاب أنا خلصتها وما دريت أنه هو إلا بعدين. فهو مؤدي صوت شخصية ديزموند مايلز، هو نفس اللي مسوي نيثن دريك في انشارتد. Like a memory inside a memory? Don't you mean satellite surveillance? Are you kidding? Abstergo upgraded his cell towers. المعلومة اللي بعدها تصريح من مؤلف سلسلة أساسن كريد، يقول انه راح يكشف عن المزيد من الحقبات التاريخية واحداث ومهمات واجزاء ثانية، لكن الحدث التاريخي الوحيد اللي ما راح يسوي فيه اي عمل اللي هو الحرب العالمية الثانية. لكن مثل ما شفنا من قبل دمشق واسطنبول وروما وامريكا والصين وغيره وغيره وغيره، لكن بس نبي نشوف شيء اكثر في البلاد العربية او الافريقية يعني بمصر، فان شاء الله تكون الحقبات الزمنية تكون قريبة من شبه الجزيرة العربية. طبعا ممكن البعض منكم يتساءل متى أساسن كريد تخلص، السلسلة هذه متى توقف؟ يقولك ما نعرف متى راح تنتهي السلسلة في مسيرة الألعاب، لكن السلسلة أساسا مكتوبة ومنتهية، يعني راح تنتهي. أتوقع أن جزئين أو ثلاث أجزاء راح توقف سلسلة أساسن كريد نهائيا، يعني ما راح تكون للأبد، شيء طبيعي هذا. عموما أنا شخصيا أشوف أنه ما بدي أنها توقف، ودي أنها تكمل إلى ما لا نهاية، لين نشوف كل الحقب الزمنية اللي في العالم وأشياء. أنا صراحة حتى لو يسوون لي أساسن كريد في الأسكيمو ما عندي مشكلة، لأني أحب هذه اللعبة، لكن أحب أقول لكم أن اللعبة أو القصة منتهية وراح توقف في يوم من الأيام. عموما كان هذا كل اللي عندنا بخصوص سلسلة أساسن كريد الأسطورية، شيء جميل صراحة هذه اللعبة، وأتمنى تشوفون مقاطع أكثر اللي قدمت عليها. سويت لها شرح قصة بالكامل لكل الأجزاء، لكن شوي يعني لا في ملاحظات وعيوب لأن فيديو قديم، لكن بترك لكم الروابط تحت لقصة أساسن كريد إذا أنت مهتم تعرف عن هذه السلسلة أو أنت لاعبها مو فاهم شيء، تقدر تشوف الروابط اللي تحت. وأيضا أقول لكم يعطيكم ألف عافية، شوفوا المقاطع السابقة وادعموا هذا المقطع إن شاء الله، بنكمل معاكم في مقاطع أكثر. ويعطيكم ألف عافية على المتابعة. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.